أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا هل يقول أحسن الله إليكم هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافرا يشترط له المشقة أم مجرد السفر فقط؟ مجرد السفر فقط، لأن السفر مظنة المشقة، ولأن السفر يخلو من المشقة، فيه مشقة لو أنت في الطائرة أو في الباخرة، بل ربما يكون السفر في الطائرة أكثر مشقة من السفر على البعير، لما فيه من الانتظار وما فيه من التحميل والتنزيل وما فيه من التنقلات، فالمشقة حاصلة للسفر. الله حكيم عليم، السفر فيه مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعة من العذاب. المسافر يقصر الصلاة ولو لم تكن المشقة فيه كثيرة، ولا بد فيه المشقة. نعم.